المواقع التواصل الاجتماعي، انه هم لو حابين الحصول على الشهادات حضور الجلسة او الترجمة الفورية، الرجاء الدخول على الرابط الموجود امامكم. بأعطي الكلمة الآن لدكتور ثابت للتحدث حول قوة المعرفة. تفضل دكتور ثابت. كل الشكر دكتور هاني، وشكرا لك لهذه التقدمة اللطيفة. وطبعا نحن نتشرف بأن نكون في قمة المعرفة، وهذا يعني نعتبره واجب في المشاركة حتى نتشارك المعرفة ونتشارك المعلومة. وأود أن أبدأ بعام 2018، إذا تذكر أيضا كان هناك جلسة في قمة المعرفة تحدثت عن دور الشباب في اقتصاد المعرفة. أود أن أبدأ من هذه النقطة وأقتبس ما تحدث به وزير الشباب الماليزي آنذاك، حيث قال هذا الوزير اللي هو معالي سيد صديق، قال إنه دور الشباب في تمكين اقتصاد المعرفة ضمن رؤية ماليزيا ل 2022 هو ضرورة، حيث توفر لهم فرص العمل وتمكين المعارف التي تنسجم مع عصر الثورة الصناعية والذكاء الصناعي والاقتصاد التكنولوجي. وأشار معالي سيد صديق، وهو وزير الشباب الماليزي الذي كان يبلغ من العمر 24 عام في ذلك الحين، أشار أن أساس التطور في الصناعات لا يعتمد على مدة العمل فيها، بل على إمكانات وإمكانيات الإبداع والابتكار التي تدفع عجلة نمو هذه الصناعة. أكد على أهمية تمكين الشباب في مناصب صناعة القرار وتشجيع مشاريع الريادة والأعمال. هذا أردت أن أعود فيه لـ 2018 ما قبل جائحة كورونا، حتى نسترسل مع كل من يسمعنا أن قمة المعرفة تستمر في ما تقدمه بطريقة أو بأخرى حتى تثري المجتمع بالمعرفة والمعلومات، تثري الشباب. واليوم الموضوع اللي تحدثنا عنه دكتور والجميع، موضوع أنه امتلاك المعرفة استثمارها. نتحدث بأريحية وأستفيد من فكرة أنه المعرفة قد تكون موجودة على الأرفف كما هو خلفي في كتب وفي كثير من المستندات والوثائق، وهذا يعتبر لصاحب هذه المكتبة هو امتلك هذه المعلومات من وجهة نظره. لكن هناك فرق كبير بين أن تستخدم هذه المعرفة أو أن تمتلكها، فهذا أول بند أود أن أتطرق إليه. كثير من الناس يعتقد أنه، أو من الشباب يعتقد أنه لديه المعرفة، لكن القدرة على استثمارها هنا يأتي الفرق. وأريد أن أفرق طبعا بمصطلحات أخرى. اليوم هنالك ما يسمى بامتلاك معرفة أيضا، والذكاء في استخدام المعرفة، يعني كيف توظف هذه المعرفة. في ناس عنده قدرة على الحفظ، وبالتالي على أنه يدرك آلية عمل أي شيء ويحفظ كل تفاصيلها، ولكن ماذا بعد ذلك؟ ماذا سيقوم بعد ذلك؟ هل سيقوم بتفعيل هذه المعرفة بطريقة ذكية حتى تعود عليه بفائض أو بنتيجة أو إلى آخره؟ فهذا ما يتعلق بمفهوم توضيحي مباشر، أننا عندما نمتلك المعرفة لا يعني أننا استثمرناها، فالامتلاك هو مرحلة من مراحل تأتي بعدها عملية الاستثمار الرئيسية. المعرفة بشكل أساسي، وهذا ما تحدثنا عنه سابقاً، يعني اقتصاد المعرفة وظهوره في القرن 18 كان الاعتماد على العلماء المخترعين المفكرين، الناس اللي كانوا يطلعوا بفكرة ويشتغلوا عليها عدد من السنوات، وحتى تنتقل الفكرة من رأس المفكر أو العالم حتى تصبح منتج في السوق كان قبل في القرن 18 تأخذ 30 سنة، يعني 30 عام حتى تصبح هذا الشيء موجود أو متداول أو تم تطبيقه. في القرن 19 قلصت المدة، صار في إمكانية أنه الفكرة تنشأ وتبدأ وتأخذ مجراها، وأصبحت إمكانية تطبيقها من 15 إلى 20 سنة. على مدى السنوات في القرن الماضي أصبح هنالك ما يقارب 7 سنوات، 10 سنوات، 5 سنوات حتى يتم تطبيق من موضوع فكرة ومعرفة إلى واقع أو منتج. اليوم اختلف الأمر، لم تعد تعتمد المعرفة على الأفراد، أصبح هناك مراكز أبحاث، أصبحت الجامعات هي التي تقود الاقتصاد المعرفي في العالم، أصبحت المعرفة هي عبارة عن
رأس المال الذي اختلف عن رأس المال القديم، الأصول القديمة. فالأصول القديمة كانت عبارة عن ثلاث محاور رئيسية، كانت عن المال، وكانت العاملين اللي هم الأشخاص، والأرض، يعني الأرض كأصول، وأيضا العاملين ورأس المال. الآن اختلف الأمر وأصبحت عبارة عن معرفة، وهنا ضمت عنصرين أساسيات: المعرفة بحد ذاتها كأصول، ورأس المال البشري الذي يمتلك هذه المعرفة ويوظفها. عند هذه النقطة دكتور هاني وإخوان المستمعين، الشباب المستمعين من جميع أنحاء العالم، إحنا نتوقف لبرهة ونقول ماذا فعلنا على المستوى العربي بموضوع المعرفة، وماذا فعلنا على المستوى العالمي بموضوع المعرفة، وماذا فعل العالم. في كثير من الدول أصبح الاقتصاد المعرفي يشكل نسبة لا بأس فيها من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي له دور كبير جدا في موضوع الاقتصاد المعرفي، وفي موضوع تغيير عملية النظر إلى موضوع الاستثمارات في المعرفة. في أي معلومة التكنولوجية أو اختراع أو ابتكار، من فترة ما يظهر الابتكار ويتم إقراره لفترة ما تلاقيه في السوق أصبحت العملية أسابيع، وفي بعض أشهر حسب حجم الموضوع. كنا نحكي عن 30 عام، أصبحنا نحكي عن أسابيع وأشهر. وقد يكون في بعضها من بعض أنواع المنتجات المعرفية التكنولوجية يمكن ساعات. وسباق المعرفة، وأنا تحدثت أنا وياك دكتور بهذا الموضوع وأستفيد مما تكلمت به وأثريتنا فيه، أنه أيضا امتلاك المعلومة أصبح غير محتكر كما كان في السابق. يعني المعرفة الآن كانت يعني تطورها وميزة أنها تتطور باستمرار، لا ضاعت عنها أو زيلت عنها صفة قدرة الاحتكار، أنها هاي معلومة محتكرة، لأنه من يحتكر معلومة اليوم تصبح قديمة، قد تصبح هذه المعلومة غير وافية، غير مطلوبة، أو تصبح ليست ذات فاعلية. أنا أود هنا أنه نأخذ يعني توقف بسيط، إذا في حد عنده أي استفسار أو أي تساؤل، حتى ننتقل لشيء آخر دكتور، ولا ماذا تقول؟ شو رأيك؟ طبعا دكتور، في استفسار حبدأ به لحضرتك، ومعلومة لأن المعرفة تبدأ أولا بالبيانات، ثم المعلومات، ثم المعرفة، وده لغاية دلوقتي الجزء العملي، ثم الحكمة الجزء الفلسفي الموجود بعد المعرفة. حضرتك تقصد هنا أن الشباب لا نعتقد أن الشباب يمتلك المعلومة، ولكن لا يستطيع تحويلها إلى معرفة. وفي حال امتلاكه للمعلومة فقط فهي أصبحت غير ذات جدوى. طيب كيف، ما هو دور الشباب في إن هو يعمل على تحويل هذه المعلومات إلى معارف، وكيف يتم استفادته هو منها، وكيف يقوم بإن هو يفيد المجتمع من هذه المعرفة؟ جميل. هنا في عناصر أساسية لموضوع المعرفة، يعني لابد إنه نتكلم عنها. يعني في عناصر تتعلق باقتصاد المعرفة اللي هي الابتكار والتعلم والبنى التحتية التكنولوجية اللي نتحدث اليوم، كنا زمان نتحدث عن البنية التحتية للدولة أو للبلد بشوارعها ومبانيها وخدماتها. اليوم البنية التحتية التكنولوجية والمعرفية هي أصبحت شيء أساسي قبل ما تبني بنية تحتية من الأصول. أيضا موضوع الحوافز اللي هي ممكن تكون موجود، إذن هاي سمات. لكن دور الشباب الحقيقي هو أنه الشاب يعني لازم أنه يوضح مفهوم الاستثمار كاستثمار. ماذا يعني الاستثمار؟ الاستثمار يعني تكثير الشيء، يعني أن يكون هذا الشيء موجود ويصبح هذا الشيء في مردود عليه أو تكثير له أو إضافة له. وبالتالي أنت إذا وجدت أنه لديك شيء وحافظت عليه كما هو، هنا تجمد، إذا بدأ يتناقص فهنا قل. لكن الاستثمار الحقيقي هو أنك أنت كيف تجعل من هذا الشيء أن ننتج أكثر. وأنا بدي أجي أعطي بعض الأمثلة البسيطة. الشباب بخدمتهم كورونا، بدنا نحكي هيك، يعني ما حدث في جائحة كورونا، رغم أن هذه الجائحة أصابت العالم بشلل، إلا أنها أيضا أظهرت، وهذا العنصر اللي احنا نقول عنه الابداع. ولذلك اقول لك هو الاستثمار الاقتصادي المعرفي، والشباب ظهر بانه ابداعهم ظهر.
فنجد أنه في كثير من الدول، وأخذ مثال على الأردن، في أول مرة من الأردن مثلا ظهرت القدرات والطاقات الشبابية في استثمار المعرفة لما عملوا الطلبات اللي هي لها علاقة ببناء البيانات والمعلومات، وكيف أنه توفير الخدمات التكنولوجية للناس لمختلف الظروف الحياتية، مساعدة الدولة في موضوع الإصابات وموضوع التعاون مع الجهات المعنية، توصيل الأكل والشرب، التواصل مع المجتمع، التواصل مع الجهات الخدمية والطبية، كل هذا قاموا فيه شباب ما كانوا موجودين على ساحة الاقتصاد ولا حتى على مستوى التجارة. يعني من وجود هاي الظرفية ووجود الإبداع والابتكار عندهم ظهرت طاقاتهم، فهذا عنصر مهم أنه كان في إبداع وكان في ابتكار. البيئة هنا كانت بيئة خلينا نسميها بيئة قصرية، الجائحة كانت قصرية على الجميع، وبالتالي هنا أصبحت البيئة البنية التحتية التكنولوجية مهيئة قصريا، وهذا ما يعني نخشى اليوم أنه بعد زوال الجائحة أنه تختفي هذه الطاقات أو يتم تهميشها أو أنها تبتعد عن الساحة أو يتم الاستغناء عنها. ولكن هذه الطاقات الشبابية التي ظهرت أدت دور عظيم جداً. أعطيكم مثال آخر يعني في موضوع ريادة الأعمال، وهي ريادة الأعمال دورها دور كبير جداً في موضوع المعرفة واستثمارها. ليش؟ لأنه أحد الأشخاص، وهذا يمكن بيعرفون الناس اللي عايشين في الإمارات، أو قام بصناعة أبليكيشن، يعني صمم أبليكيشن ليوزع المياه للناس للبيوت. هو ما عنده مصنع مي، هو فقط عمل ربط ما بين مصادر اللي بتوزع المي أو عندها المياه في السوبر ماركتات والمولات وإلى آخره، وحط لك أنت كشخص مستهلك حط لك كل أنواع المي اللي أنت حاب تشتريها وبوصل لك إياها بأسعارها. فهو اشتغل وسيط ما بين هذا وبين هذا، وعمل يعني زي ما بيحكوا استثمار كبير جدا من هذا الأمر، وأعتقد وسمعت أنه باعه أيضا بمبالغ ضخمة كمعرفة وكمعلومة كأبليكيشن. يعني هذا شاب، ونقول أنه شخص كان معاه ملايين واستثمر. اليوم تتحدث أنت عن الاقتصاد المعرفي، إذن تتحدث عن شيئين مهمين، عن المعرفة وقضية توظيفها واستثمارها بطريقة ذكية، وأيضا رأس المال البشري. في السابق كانت القوى البشرية تستخدم إيديها أكثر ما تستخدم عقولها، اليوم إحنا بالاقتصاد المعرفي العامل يستخدم عقله أكثر ما يستخدم طاقته الجسدية واليدوية في صناعة أي منتج. فهذا أنا بس جواب يعني سريع على ما تفضلت فيه دكتور. دكتور، طبعا لكلام حضرتك زي ما حضرتك قلت آخر جملة، إن العامل الآن بيستخدم عقله أكثر من ما يستخدم يده، وده بينطبق على كتير من الأنواع الصناعات الموجودة اللي بيعتمد عليها في المنطقة العربية، اللي هي صناعات كثيفة العمالة وليست كثيفة التكنولوجيا. طب اقتصاد المعرفة هو بيعتمد الآن على الصناعات كثيفة التكنولوجيا وليست كثيفة العمالة، وهذا بيتطلب عمال عندهم صفات خاصة، يمتلكون مهارات خاصة للتعامل مع هذه التكنولوجيا. عدد هؤلاء العمال قليل في المنطقة العربية، وبالتالي بتزيد الفجوة دلوقتي إن هم عمال أقلية يمتلكون المهارات فيمتلكون الأموال أو عندهم المصادر المالية، وأكثرية العمال لا يمتلكون المهارات، وبالتالي بيبقى عندهم بطالة عن العمل. إزاي الشباب يقدر يدخل بقوة في اقتصاد المعرفة، وإزاي يقدر ينمي مهاراته عشان يبقى جزء من اقتصاد المعرفة واللي هو هيكسب فيه أموال كتير بسبب ما يمتلكه من مهارات؟ جميل جدا، وأنت وضعت يدك على يعني خلينا نقول ألم البعض وفرص الآخرين، يعني فرص للبعض وألم للبعض. زي ما تفضلت دكتور، أكيد اقتصاد المعرفة يمكن يجعل كثير من العمال بدون عمل، لأنهم الآن غير مؤهلين مهاراتيا في استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة أو المعرفة الجديدة. لكن التوافق ما بين القطاعين العام والخاص هو المطلوب الآن. وأعطي مثال، جامعة كولومبيا مثلا في نيويورك هي من الجامعات القديمة في العالم، ولكن هي جامعة خاصة للعلم. هذه الجامعة خرجت ساسة الاقتصاد في أمريكا وفي العالم، أكثر جامعة يحمل خريجيها جائزة نوبل. طيب هاي دور من القطاع الخاص أعطيته على مستوى العالم. طب الحكومات، وين دور الحكومات في إنها تنشئ
البيئة الحاضنة أو تنشئ الحاضنات الريادية التي تسخر لخدمة الإبداع والابتكار لدى الشباب حتى يكون له دور فاعل في تنمية اقتصاد المعرفة. وهذا دور كثير مهم جداً، أنه الحكومات أو الجهات الراعية أو المؤسسات الضخمة عندما تراعي موضوع ريادة الأعمال يجب أن تراعيها من عدة جوانب: التوافق ما بين الناس اللي عندها قدرات معرفية في استخدام المهارات وبين الناس اللي لا تمتلك هذه المهارات ويجب أن تكون جزء من العملية التنموية، لأن اقتصاد المعرفة أصلاً يعكس مفهوم الاستدامة، وبالتالي إذا إحنا بدنا ننشئ شيء على حساب آخر قد يصبح نوعاً ما التصور النتيجة المجتمعية نتيجة فيها خلل ما بطريقة أو بأخرى، نمو جانب على حساب آخر، فيصبح لدينا خلل في مفهوم توزيع الثروات. الاقتصاد المعرفي قد يعكس على البعض رأس مال مالي ضخم ويصبح في عندنا غنى متمركز في فئة معينة محروم منه الآخر. إذا مصنع كان فيه 500 شخص استغنينا عنهم 3 ريبوت ومهندسين 2، معناته إحنا دمرنا 480 عائلة أو أكثر يعني رقميا. فكيف نوافق الدور على القطاع الخاص والقطاع العام؟ القطاع العام في البدء بترسيخ مفهوم المعرفة واقتصاد المعرفة عند الأجيال اللي حاليا على مقاعد الدراسة حتى تكون مؤهلة من ناحية مهنية ومن ناحية فنية. وأنت تعلم كما العالم يتحدث أن هناك كثير من الوظائف ستتلاشى مع الزمن ويصبح لديها يعني ذكريات أنه هذا كان يدرس هذا التخصص وهذا التخصص، والآن ستصبح هنالك ريبوت يعمل بدلا عن هذا الشخص. لكن لا نستغني عن رأس المال البشري إذا وظف المعرفة لصالحه، وهذا ما أود أني أشرت عليه، إن شاء الله أني أكون أجبت على السؤال بشكل عام وليس بشكل مباشر خاص. حضرتك أجبت على السؤال بخصوص القطاع العام والقطاع الخاص. طب ما هو دور بقى الشباب أنفسهم؟ يعني الشاب بعد ما توفرت له من القطاع العام أو من الحكومة ومن القطاع الخاص، وخاصة إن الشباب بعد ما بيخرج من سوق بعد ما يخرج من التعليم فهو على طول دخل في سوق العمل اللي بيتطلب تطور مستمر. الشباب حضرتك تنصحهم بإيه؟ إن هو بحيث إنه يقدر يفضل متوافق ومع سوق العمل ومع تطور سوق العمل. نحن هون نتحدث الآن عن الدافعية الموتيفيشن. يعني خلينا نقول في نوعين من الشباب بهذا المجال. طبعاً كثير من التصنيفات ولكن نركز على النوع الذي يؤمن بما هو مفهوم المعرفة واقتصاد المعرفة ويعمل بجد على أن يكون جزء من هذه المنظومة ويحاول أن يكون له دور في أنه يضع بصمة. وهذا أعتقد أنه اليوم هو في حالة تسارع مستمر وفي حالة بحث مستمر عن المستثمر والبحث عن الداعم والبحث عن الشخص اللي يجد لديه إمكانيات حتى يتعامل معه. النوع الثاني من الشباب اللي هو لديه رغبة في أنه أن يتمكن من المعرفة ولكن غير قادر على امتلاك يمتلك معرفة ولا غير قادر على استثمارها. شبابنا اليوم يعني يعاني من هذا الأمر ويعاني من الأمرين. وأنا أحكي بصراحة بالنسبة لموضوع الاقتصاد العربي المعرفي، يعني دور الشباب في الاقتصاد العربي المعرفي دور كثير مهم، لأنه البنية الأساسية هي بنية الأسرة. إحنا مجتمع بني على مكون الأسرة، الأسرة هي المصدر الرئيسي لدعم الشباب في بيوت ومنازلهم. فإذا كان لدينا اليوم شباب لديهم هذه الرسالة فيجب أن تبدأ أيضا من الأسرة. والجزء الثاني الذي يتعلق بالمنظومة التعليم والمنظومة اللي هم موجودين فيها، دورهم كشباب يمتلكوا المعرفة أن يتبنوا هذا المفهوم حتى يجدوا من يكمل وراءهم الرسالة. يعني اللي اليوم ماسك المعرفة وعنده القدرة عليها وعنده القدرة على التعامل معها لا يعتقد أنه سينهي لنهاية الطريق لوحده إذا ما عمل بجد على أن يجعل هنالك جيل كامل يتحدث لغته، ولا سيصبح وحيداً، سيصبح في عزلة. فإذا كنت أنت في مجتمع لا يتحدث لغة المعرفة وأنتجت هذه المعرفة لن تجد من يتعاطى معك. وإذا هم كانوا بشكل عام لا يمتلكوا المعرفة ولديهم رغبة في امتلاك المعرفة يجب أن يكون هناك شخص يسعى لتمليك ما المعرفة أو لاستثمارها. فإحنا بنقول الدورين،
دور أن نبحث عن الأشخاص اللي ممكن يجعلوا منا قادرين على التعامل مع المعرفة كشباب. يعني أنا كشاب أبسطها للمستمعين، أنا كشاب عندي الرغبة، يجب أن أتحرك وبقوة وبسرعة إلى المنصات، إلى المعارف، إلى المؤسسات، إلى الأشخاص اللي ممكن أتعلم معهم وأتعلم من خلالهم وأتعلم منهم. هذا الشيء، أنا كشاب أمتلك هاي المعرفة وعندي قدرة أعلمها، يجب أن أفتح الباب وأطرق جميع أبواب المؤسسات وأقدم الخدمات للمؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمعية حتى أعرف بهذا المنتج، حتى نتكلم جميعنا لغة مشتركة من الجانبين. أضيف على كلام حضرتك للشباب اللي بيسمعنا دلوقتي أيضا، أن الشباب العربي محتاج أن هو يطور مهاراته باستمرار، ولا يشترط أن هو بيطور مهاراته لإيجاد فرصة عمل داخل دولته. دلوقتي يقدر يستطيع أن هو يبحث عن فرص العمل في جميع أنحاء العالم، لأن العمل عن بعد دلوقتي من إيجابيات أزمة كورونا أنها أوضحت للشباب العربي أن هو يستطيع أن يعمل من البيت وأن يتواصل مع جميع العقول على مستوى العالم وجميع الوظائف على مستوى العالم. في سؤال لحضرتك دكتور ثابت، كيف يمكن الاستفادة من رأس المال البشري في الدول التي ليست لديها الإمكانيات اللازمة للتحاق بالاقتصاد المعرفي؟ كيف يمكن الاستفادة؟ أيوة، من رأس المال البشري في الدول اللي ليس لديها الإمكانيات اللازمة للتحاق بالاقتصاد المعرفي، يعني عندي قوة عمل أو رأس مال بشري بس مش قادر أنه هو يطلع مهاراته ومعارفه في الدولة. نعم، احنا تحدثنا دكتور بالبداية انه الاقتصاد التقليدي كان مبني على ثلاث عناصر، على الارض وعلى العمالة وعلى رأس المال الفلوس. اليوم الاقتصاد المعرفي مبني على الرأس المال البشري والمعرفة. الان السؤال بيقول كيف ممكن استثمار رأس المال البشري في دولة لا يوجد لديها اقتصاد معرفي؟ إذا كان هذا السؤال من شاب، فأقول أنه نواة العمل الحقيقية اليوم تبدأ من الشباب. الشباب هم عناصر ومحركات التغيير في مجتمعاتهم، ولذلك يعني لا يتوقف الأمر على حكومات أو على دول لديها اقتصاد معرفي قوي أو ليس لديها اقتصاد معرفي. اقتصاد المعرفي الحقيقي اليوم مبني على أساس معرفي يستطيع الكل أن يصل إليه ويمتلكه. فإذا الشباب امتلك المعرفة قد يكون هو أول محرك تغيير، وبالتالي هذا المحرك للتغيير سيكون بداية نقطة انطلاقة لهذول الشباب، ويتعظم رأس المال البشري من خلال هذا المفهوم. وذلك إذا بنيجي نتطلع مفهوم الاستثمار الاجتماعي في الاقتصاد المعرفي، هو مفهوم يتعلق بمشاركة المعرفة والknowledge transfer اللي هي نقل المعرفة. وهنا بتيجي فكرة كثير مرتبطة بمجتمعات، يعني أعطي مثال بسيط. في بعض المجتمعات الفقيرة يحتاجوا كثير من الاحتياجات الخاصة والأساسية، ما عندهم القدرة للتواصل. دخول اقتصاد المعرفي على جعلهم ناس قادرين على أنهم يتواصلوا مع بعض لتلبية حاجات بعضهم البعض من خلال تبادل أو إعطاء ما يلزم لمن ما لا يلزمك لمن يلزمه، أدى إلى نوع من أنواع الاكتفاء الذاتي داخل هذه المجتمعات. لكن مين نظمه؟ نظمه شاب كان قادر على أنه يعمل هاي العملية ويتواصل مع الكل ويبني هذا البلاتفورم اللي هو يوفر للكل ما يلزمه دون أن يكون لديه القدرة المادية. فهو عظم رأس المال البشري باقتصاد معرفي وحقق اكتفاء ذاتي على مستوى حي أو جمع أو مجموعة. صحيح دكتور، واستكمالاً لكلام حضرتك برضو، أن الشباب اللي بيمتلكوا رأس المال، اللي بيمتلكوا قوة المعرفة، يجب أن يتجهوا إلى ريادة الأعمال، المشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم. هو ده اللي بيبني جزء كبير من بناء اقتصاد المعرفة. إذا كان الشاب يمتلك المهارات والمعرفة واتجه للعمل للقطاع العام، فهو يعني لم يستفد زي ما حضرتك قلت، هو يمتلك المعرفة ولكن لن يستطيع استثمارها. سؤالي لحضرتك قبل ما أخذ السؤال من الحضور، كانت الرسالة اللي بتوجه للشباب وخاصة في المنطقة العربية قبل أزمة كورونا أن الثورة الصناعية الرابعة ستعتمد على التكنولوجيا، الدور البشري سينتهي، عدم وجود وظائف، هيبقى فيه بطالة، وده أدى أن الشباب توجهت له رسالة سلبية. أصبح الشاب بيعتقد أنه لن يكون له دور، وخاصة الشباب العربي، وأنه هو لا يمتلك هذه المهارات. جات أزمة كورونا
واوضحت ان الوظائف اللي هم كانوا بيقولوا عليها انها هتختفي، ان ملهاش العنصر البشري مش هيكون موجود فيها زي التمريض على سبيل المثال، اصبحت هم الابطال وهم العنصر البشري كان له دور كبير جدا جدا في مواجهه ازمه كورونا. ازاي الشباب يقدر يتعامل مع الرسائل السلبية اللي بتجيله أو بيتم ترجمتها إذا كانت الرسالة صحيحة بس يتم ترجمتها بصورة سلبية للشباب العربي؟ وحد حضرتك يمكن الرقم إن في زي ما بيقولوا 500 وظيفة هتختفي، بس 500 مليون وظيفة، بس في 700 مليون وظيفة هتخلق، ولكن لن تجد الشباب القادر على التعامل مع هذه الوظائف. إزاي الشباب يتعامل مع هذه الرسائل، وخاصة إن الشباب كانوا هم الأبطال في ظل أزمة كورونا؟ جميل جدا دكتور، وصراحة يعني أود أنه أنوه لموضوع مهم. يمكن السمة الغالبة اليوم مش بس على الشباب، على معظم الناس اللي في مجتمعاتنا، هي عدم القراءة. وعدم القراءة وعدم التبحر في العلم أو المعرفة يؤدي إلى أنك أنت تكون أرضية خصبة لأي معلومة يتم رميها وبدرها، فبالتالي يعني تأخذك الخيال في أنه أي شيء ممكن يقال أو ممكن يعطيك الجانب السلبي قد يكون هذا الشيء يعني انعكاسه سلبي، وهذا ما حصل. لأنه إحنا لا نقرأ بمعنى نقرأ، بقدر ما أنه نتداول معلومات، نتداول هذه المعلومات بطرق كثير يعني نوعا ما خاطئة. نصيحتي أنا للشباب أنه دائما أن يقرأ ويبحث. من أهم عناصر الاقتصاد المعرفي البحث والتطوير. البحث والتطوير عنصر مهم جدا، يعني يؤدي إلى أنك أنت تعرف أين يقف العالم الآن، إلى أين سيتجه، كيف ستكون الصورة القادمة، كيف يمكن أن تلاقي أو تجد المربع المناسب لك حتى تقف فيه. وهذه يعني خلق الفرص من التحديات أو إيجاد الفرص من التحديات من الأهمية بمكان أنه إحنا نبحث دائما عن الحلول الموجودة لدينا لتحديات موجودة عند الآخر. فضلت أنت دكتور قلت ليس بالضرورة أن أعمل في نفس المكان الذي أعيش فيه، فأنا ممكن العمل عن بعد الآن موجود. فأعطي أمثلة بسيطة. أنا أعرف صديق من السعودية، وهذا الشخص لديه أكثر من 60 موظف بمجال الكمبيوتر والحاسوب والديزاين والمعرفة، يعني في عالم التكنولوجيا. هذول 60 شخص يعملوا من مدينة إربد في الأردن، يعني الشركة السعودية والعاملين في مكاتبهم في إربد في منازلهم أو في مدينتهم. طب اليوم هذا يعني قبل 10 سنين 5 سنين ما كان حدا يتقبله، ما كان حدا يعني أصلاً يستوعب الفكرة، يقول لك بده يطلع على السعودية يشتغل أو بده يتغرب، هي قاعد في بيته أو قاعد في مدينته ويمارس عمل ينفذ في بلد آخر. هذا مثال على واقع احنا مطلعين عليه. طيب اللي انت تفضلت فيه كمان انه هذول الشباب عشان يكونوا جاهزين للمستقبل، مرة اخرى يجب ان يكون على علم ودراية بماذا يخبئ المستقبل له من فهم حاضره. اذا فهم حاضره بفهم مستقبله، اذا ما قدر يفهم حاضره اكيد راح يكون يعني هو عرضة للإشاعة او عرضة للسلبية وأرض خصبة، حتى أنه كل حدا يأخذه على اتجاه. الشباب العربي اليوم يقود منطقة الشرق الأوسط بالمعرفة، لأنه ظهر بفترة كورونا من الإبداعات العربية الشبابية ما يفوق التوقعات. وإذا كان هناك أحد متخصص أو جهة لديها القدرة أن تحصي وتقوم بجمع ما تم إنجازه في سنتين اللي كانت فيها الجائحة من الشباب العربي، أعتقد أنه هذول لازم أن يتم وضعهم في بوتقة كبيرة جدا نسميها المجتمع المعرفي العربي الشبابي. وهذا المجتمع المعرفي الشبابي العربي يكون هو يعني انطلاقة لعالم معرفي جديد واقتصاد معرفي جديد في الوطن العربي يقود الشباب. وأنا يعني أشجع أي جهة تسمعنا الآن أو نتعامل معها أو يمكن أن نصل لها هذه الرسالة أن تتبنى هذا الموقف، لأنه هذه الجائحة أخرجت من الوطن العربي قمة المبدعين والمبتكرين والشباب اللي عندهم قناعات في أنهم قادرين على التغيير، ولكن اليوم إذا انتهت الجائحة وانتهى دورهم سنخسر هذا المجتمع المعرفي الشبابي العربي.
أكيد يا دكتور. في سؤال موجه لحضرتك، كيف يمكننا أن نفهم التطوير المستمر للمعرفة في اقتصاد الوظائف المؤقتة وفي العالم الجديد؟ كيف يمكننا أن نفهم التطوير المستمر للمعرفة في اقتصاد الوظائف المؤقتة في العالم الجديد؟ الآن في دورين، في دور على الشخص وفي دور على المؤسسات اللي بيشتغل فيها. الوظائف هي ارتباط الشخص بمؤسسات، صحيح ولا لا؟ ولكن ارتباطك في المعرفة هو ارتباطك شخصي وليس ارتباط مؤسسي. وبالتالي أنا كشخص معني دائما بمفهوم التعلم المستمر، وهذا مفهوم كبير جدا ومركز عليه بطريقة غير عادية. لا زلنا لغاية اليوم نعتقد أنه من تخرج من شهادة دكتور أو تخرج بشهادة بكالوريوس أو شهادة ماجستير أنه ختم العلم. أكيد لا. التعلم المستمر في عالم الاقتصاد وفي عالم المعرفة وفي عالم التكنولوجيا لا يتوقف. ومعنى لا يتوقف أي أنه مطلوب منك أنت كشخص. فأنا أعتقد أنه هذا السؤال لصاحب السؤال جميل أن نشير إليه، أنه يجب أن نفصل ما بين دورنا كأشخاص بأن نكون حريصين على التعلم المستمر والحصول على المعرفة ونفهم التطور، وما بين أنه إحنا نؤدي دور في مؤسسة ما نقوم فيها. فأنت إضافة للمؤسسة وقد تكون المؤسسة لها إضافة عليك. في سؤال من المغرب، كيف يمكننا تطوير معارفنا ومهاراتنا في التدريس ومواكبة المستجدات على المستوى العالمي حتى نواكب تقدم الأمم؟ هنا على موضوع مختلف شوية اللي هو جزء مهم جدا، أحد قطاعات مجتمع المعرفة، وهنتكلم على التعليم. وهنا بنتحول من زي ما حضرتك ذكرت من مفهوم التعليم إلى مفهوم التعلم المستمر، وده لن نستطيع الوصول له إلا إذا كان المعلمين ذات أنفسهم عندهم المهارات إن هم يطوروا من الطلاب اللي بيقوموا بتدريسهم. صحيح. أنا دكتور هنا يعني بحب يعني أضيف، أكيد الناس اللي مطلعة عندها يعني على هذا الجانب نعرف، ولكن حتى نميز هنالك ما يسمى بالعملية التعليمية. والعملية التعليمية هي عملية تلقينية ما بين مرسل ومستقبل، وهذا متعارف عليه علميا، أي أن هنالك غرفة صفية يجلس فيها طلاب، يقوم شخص بإلقاء معلومات عليهم ويتلقوا هذه المعلومات، هذا نسميه تعليم. التدريس هي عملية تفاعلية، وهنا تتم عملية التفاعل ما بين الشخص الذي يمتلك المعلومة والشخص الذي يرغب بامتلاك المعلومة، وهذا يتم بعملية تفاعلية داخل غرفة صفية، وهذا من الأنظمة الحديثة في التدريس في اكتساب المعرفة. وذلك أيضا هنا مهم جدا. أما موضوع التعلم فهو التعلم هو مفهوم مرتبط بك كشخص، قائم على أساس الجهد المبذول منك كشخص بالبحث عن المعلومة والمعرفة من خلال التكنولوجيا، المعرفة المكتبية، المكاتب الرقمية أو المكتبات الرقمية، أو من خلال مكتبة أو خلال كتب تقرأها، أو أنه من خلال الاستكشاف، من خلال البحث والمراقبة والاستقصاء، هذا تعلم. وأيضا يوجد يعني كذلك يعني واحدة من الأدوات المهمة، الأدوات اللي هي بنسميها الاكتساب المعرفة التدريبية اللي هي البراكتس، اللي هو عمليا أنت تقوم بممارسة ما تم اكتسابه من معرفة. وأنا بدي أرجع لحديثك دكتور عن موضوع المعرفة، في عملية بنمر فيها إحنا كبشر لما نيجي نستقبل معلومة. اليوم المعلومة تدخل لدينا على شكل كلمات، ويقوم العقل بتحليلها، إما أنه بخزنها في الذاكرة القصيرة المدى أو المتوسطة أو البعيدة، وأي كان موضوع، بس إحنا بنحكي بشكل عام. فإذا هذه المعلومة تم تخزينها وأخذت حيز، بصير في لها عملية تحليل للمعلومات، تحلل المعلومات عند الفرد، يقوم العقل بتحليل هذه المعلومات. بعد ما يحلل هذه المعلومات يقوم العقل أو الفرد بإدراك ما تم تحليله من المعلومات، يعني يدرك هذه المعلومة. إذا أدرك المعلومة، وهذا كله بصير خلال بروسيس، هذا الإدراك للمعلومة عنده طريقين، إما أن يبقى كما هو مدرك ويترسخ في مكتبة العقل، أو أن يتحول إلى سلوك. وإذا تحول إلى سلوك هون إحنا بنكون أنجزنا، ويكون هون الاقتصاد المعرفي تم استثماره وانتقل من مرحلة الامتلاك لمرحلة الاستثمار، أنه تفعيله بحيث أنه هذا السلوك انعكس علي. فهذا بس توضيح للبروسيس تبعتها. تمام يا دكتور. في إضافة هنا بخصوص السؤال بتطوير معرفنا ومهاراتنا في التدريس، وزي ما حضرتك ما ذكرت يجب على الشباب ويجب على العالم العربي الخروج من مفهوم الشهادة، لأن الشهادة هي أهم شيء عند الشاب للحصول على وظيفة
حتى للزواج. يعني من مشاكل اللي موجودة في اقتصاد المعرفة أنها جزء كبير بيعتمد على المهارات والتعليم التقني والتدريب المهني، اللي هو بيواجه نظرة سلبية من المجتمع. كتير من الأفراد بيرفضوا التوجه إلى التعليم التقني بسبب النظرة السلبية للمجتمع، بتصل إن هم لا يجدوا وظائف مناسبة، لا يجدوا، حتى بيتم رفضهم في حالة الزواج من الأسر، بترفض خريج التعليم التقني زي ما قلت حضرتك، إن هو يوجد نظرة سيئة لهذا الجزء. فيجب على الشباب والمجتمع إن هو يعيد النظر في أولوياته، خاصة في التعليم وطرق التعليم اللي بتواكب مهارات المستقبل. في سؤال لحضرتك دكتور، ما مدى تمكين الشباب من قدرات التمييز بين المعلومات وترتيب الأولويات مع الزخم المعلوماتي لاستثمارها في حيز زمني كافي وبالنجاعة اللازمة؟ إزاي يقدر الشباب يقدروا يميزوا بين المعلومات، وإزاي يرتبوا أولوياتهم في ظل التدفق الهائل من البيانات والفترة الزمنية القليلة اللي ما بين خلق معلومة ومعلومة أخرى؟ جميل. يعني هنا ممكن نرجع شوي بالأشياء الرئيسية اللي عند الشاب كإنسان، يعني حتى نتحدث عن موضوع الأولويات برتبط معنا عنصرين رئيسياتهم. العنصر الرئيسي اللي مرتبط بالأولويات هو عنصر الاحتياج. يعني اليوم أنت عندك احتياج وعندك أولوية وعندك مصدر للمعلومة، خلينا نسميها المعرفة. فإذا كنت أنت لا توافق ما بين ما تتطلبه من احتياجات مع أولوياتك في الحياة، حتى تعرف أي معلومة تفيدك وأي مصدر معلومة أنت بحاجته، أكيد بيكون في مشكلة. وهذه المشكلة هي سببها عدم فهم قدرتك. يعني اليوم الأشخاص يجب أن يكون عندهم فهم لقدراتهم، قدرة على استطاعة ترتيب أولوياتهم بناء على الاحتياجات. أعيدها، فهم لقدراتهم، قدرة على ترتيب الأولويات بناء على الاحتياجات، وبالتالي أحدد مصدر المعرفة بدل ما أدخل في عالم المعرفة وزخمها. وبالتالي أنا إذا فتت في بحر المعلومات أصبح شخص يبحر في محيط ولا يصطاد ولا سمكة. مظبوط دكتور. ويمكن تكملة للإجابة على السؤال السابق، لماذا يرفض أولياء الأمور التعليم المعتمد على التكنولوجيا؟ تسمح لي هنا دكتور أوضح إن إحنا في مشروع المعرفة في عام 2010 و2014 قمنا بعمل مسح ميداني على مهارات المعرفة، ويمكن وجدنا، عملنا سيرفي لأولياء الأمور، وجدنا أن أولياء الأمور بيرفضوا التعليم التقني للثقافة المجتمعية الراسخة في المجتمعات العربية، أن من يدخل التعليم التقني هو طالب فاشل لا يستطيع الاستمرار في التعليم العام أو التعليم العادي. فده عمل فكرة سلبية عن التعليم المعتمد على التكنولوجيا. نقطة تانية، إن لأن التعليم التقني أو التعليم التكنولوجي كان نهايته هو عبارة عن ما يسمى بالدبلوم وليس البكالوريوس أو الليسانس، فهو بيعتبر درجة تانية في التعليم. بس دلوقتي الدول العربية قامت وساعدت في هذا الموضوع، أنها بتحاول تغير الثقافة عن طريق إنشاء كليات تكنولوجية، وبالتالي خريج المدارس التكنولوجية يستطيع أن يكمل تعليمه ويحصل على شهادة بكالوريوس. ونرجع تاني لنقطة الشهادة اللي هي أهم حاجة لدى المجتمع العربي، إن هو يجب أن يكون حاصل على شهادة حتى ينظر للمجتمع نظرة جيدة. السؤال حضرتك دكتور ثابت، كيف ستمكن الشباب من البحث والتطوير واكتساب المعرفة في حال ضعف البنى التكنولوجية لا سيما في الدول النامية؟ جميل. يعني هنا السؤال مرتكز على موضوع ضعف البنى التكنولوجية لا سيما في الدول النامية، واحنا نتحدث عن الحد الأدنى من موضوع التكنولوجيا في الدول النامية. اعتقد ولا اجزم انا حتى في الدول يعني النامية والنائية لم تعد هنالك يعني ما يسمى بصحراء التكنولوجيا. لا زال في هنالك بوابات ومداخل. قليلا من السعي ومراسلة الجهات، أنا بحكي إذا كان شاب يسأل هذا السؤال بشكل مباشر، كثيرا من السعي وبذل الجهد للوصول، إذا كان لدي القدرة
وعندي الإمكانية أني أدخل في هذا العالم وأود أن أتطور، قد أراسل كثير من الجهات. وهنا أود أن أذكر قصة لأحد الأشخاص وهي سريعة. هذا الشاب كان في مرحلة الثانوية وهو من سكان مدينة الطفيلة عندنا في الأردن ومن عائلة فقيرة. هذا الشخص أرسل خلال تقريباً 6 شهور 1100 إيميل لجهات مختلفة في العالم يبحث عن سكولرشيب، حدا يتبناه عشان يطلع. بيجي الرد بعد أشهر من جهة في السويد، وهو كان لا يزال على مقاعد الدراسة، ويحصل على استضافة لمدة عام. وبالطبع ذهب إلى هذه البلد إلى السويد وجلس عندهم سنة، ثم عاد إلى الأردن، ثم عاد أكمل الثانوية العامة، هذا كلياته قبل الثانوية العامة. اليوم هذا الشاب من أكبر مهندسين الموجودين في لاند روفر في UK. فقصة عجيبة إنه عنده الرغبة، عنده الشغف، عنده الممارسة. إنه ولما أقول ليش ضربت هذا المثال، لأنه قال لي موجود وأنا أتكلم عن موضوع دول نامي، أنا بدي أقول لك إنه هو كان من قرية نائية لا يوجد فيها لا إنترنت ولا يوجد فيها أي شيء، ولكن خرج بصعوبة إلى مستوى إنه يبحث عن المعرفة ويبحث عنها. فأنا بقول طاردوا أحلامكم وطاردوا المعرفة إنما وجدت، ولا تتوقف لا عند جغرافيا ولا عند حدود ولا عند أماكن، لأنه المعرفة اليوم موجودة في كل مكان أنت تريد أن تبحث عنه ستجده فيها. فلذلك لازم إنه إحنا نطلع من البوتقة اللي أو من الحصار المعرفي اللي أنت موجود فيه إلى مكان يوجد فيه معرفة مفتوحة. صحيح دكتور، إذا استسلم الشاب للظروف أو الشباب للظروف المحيطة بهم لن يتطوروا أو لن يتغيروا. يجب عليهم، أي نعم، إن هم الشباب اللي في الدول النامية أو المناطق النائية محتاجين أنهم يبذلوا مجهود أكتر عن اللي موجودين في الحضر أو موجودين، بس هذه الدفعية أكيد ستعود عليهم بمنافع أكبر بكتير، وحتكون سبب أكيد في تغيرهم وتغير أسرهم وتغير المجتمع المحيط بهم زي ما حضرتك ذكرت، يخرج من الحواجز المحطوطة حواليه عشان يقدر يستطيع إن هو يتطور. سؤال، كيف يمكن للشباب التأكد من سلامة وصحة المعلومات والمعارف التي يحصل عليها في ظل طبعا التدفق المعلومات الكبيرة على السوشيال ميديا اللي هو فيه كتير منه بيبقى غير صحيح أو غير موثق، فازاي يقدر الشاب يقدر يوثق هذه المعلومات أو يتأكد من صحتها وسلامتها؟ أعتقد يعني موضوع التأكد من صحة المعلومات، أنت اليوم هذا عالم مفتوح، في شغلتين مهمات. الأولى أنه أن يكون الشخص باحث وقارئ بشكل مستمر حتى لا تنطوي عليه أو تنطلي عليه أي معلومة، هذا رقم واحد. إذا أنا كشخص حتى لا أكون عرضة لخلينا نقول لاستخفاف بتفكيري أو عقلي وأقبل بأي معلومة، لازم أن أكون يعني عندي مدخر قوي جدا معرفي وعندي رصيد معرفي قوي، فلا بد من القراءة والمعرفة والبحث باستمرار. الجانب الآخر، تحري المعلومة، يعني يوجد كثير من الجهات التي تقوم بتثبيت المعلومة وتحريها، والمرجعيات زي ما كنا نتعلم زمان في الكتب المكاتب، يجب أن تحط المراجع تحت الكتب، الجهات الباحثة، الدكاترة المختصين، الناس. اليوم كل واحد بكتب معلومة حتى على صفحته الشخصية أو على مدونته، في ناس بيعتبرها وبيعتمدها وهي ليست حقيقية أو صحيحة، وهي وجهة نظره، ووجهة النظر يعني فيها احتمال الصح وفيها الغلط. حتى النظريات، يعني نظريات بقعد 20 سنة علماء يحكوا فيها، بيجي بعد 10-15 سنة شخص يقول لك النظرية الفلانية صار تعديل عليها، أنا أضفت عليها كذا، وهذا العالم كان مش مكتشف هاي القضية. فالأمر لا يعتمد على أن المعرفة ستعرف عن نفسها أنها صحيحة أو غير صحيحة، الأمر مرتبط بك كشخص أن تتحرى وتبحث وتكون صاحب رصيد معرفي يجعلك قادر على أنك تميز ما بين ذاك وذاك. في سؤال مهم جاي، هل يمكن الاعتماد على المعرفة خارج التعليم الأكاديمي لخلق مشاريع ناجحة؟ يعني دكتور هذا السؤال أنا وياك من نجاوب عليه. يعني أكيد يعني قد يكون الشخص، أنا من وجهة نظري من خبرة متواضعة يعني مع أشخاص أعرفهم، أنت قد تكون إذا فهمت السؤال كما هو مكتوب، إذا كنت أنت تعلمت في مجال ما وتفوقت في مجال ما معرفي خلينا نقول، ولكن خرجت عنه بمشروع ليس له علاقة بما كنت قد تعلمته، لماذا لا؟
يعني أين المانع؟ أنا أتفق معاك يا دكتور، أقول يعني هو يعني لو فهمت أنا السؤال بطريقة أخرى، سواء كان إن هو خارج الإطار الأكاديمي اللي هو متعلمه، أو أيضا داخل إطار الأكاديمي وتعلمه، أو مشروع أيضا خارج التعليم، حجم المعارف وتطورها كل عام، العلوم بتتغير حوالي 7% سنويا، وبالتالي بعد الطالب لما يتخرج فهو العلوم تطورت بنسبة كبيرة، فهو يجب على الطالب أو يجب على الخريج أنه يطور من مهاراته، وكتير من المشاريع بتعتمد على المهارات اللي انت تعلمتها خارج الإطار التعليمي أو النظام التعليمي اللي انت عشت فيه 15-12 سنة قبل الجامعة وثلاث سنوات في الجامعة. فأنا عن نفسي بشجع إن الطلاب أو الخريجين إن هم يطوروا من مهاراتهم باستمرار في مجالات غير المجالات اللي تعلموا فيها، لأن ده هيفتح لهم أفاق جديدة وهيفتح لهم فرص عمل، وده اللي بتبنى عليه اقتصاد المعرفة. ده لو أنا فهمت السؤال من المنظور الآخر. صحيح. يعني إضافة كمان دكتور، يعني أنه ما يوجد خارج نطاق الإطار التعليمي الأكاديمي هو يعني علوم واسعة، وإحنا اليوم في عالم متجدد متسارع لا يتوقف عند حد معين، وحتى إحنا يعني أيضا نتطلع لكثير من المواقف اللي عاشوها شباب وأنجزوا فيها كثير من، وهي بدي أحكيها على شغل اقتصاد المعرفة، كثير من الشباب الأردني، أتحدث عن الأردن بحكم أنني من الأردن وأعتز بأنني من الأردن، من الشباب الأردني المبدع والمبتكر الذي خرج من الأردن ونجح في بلاده العربية. يعني كثير من الشباب الأردني خرج من الأردن بأفكاره وخرج بقدراته وتوج نجاحاته في دبي وفي الإمارات العربية وفي السعودية وفي كثير من الدول. ولذلك إحنا اليوم نقول أن المعرفة لا حدود لها، هي حدودها الكرة الأرضية، والشباب العالم أمامهم مفتوح، لأنه من يطارد أحلامه يستطيع أن يصل إلى ما لا نهاية إذا كان يريد، لديه الإرادة ولديه القدرة على أنه يتعامل مع هاي المعرفة ويتعامل مع مواكبتها، المواكبة والإصرار والإرادة. وأهم شيء تعاني منه الاقتصاد المعرفي في وطننا العربي هو أزمة اتخاذ القرار يا دكتور. السؤال الأخير اللي هنختم به فقط الأسئلة، للمؤسسات دور هام بنشر المعلومات عن احتياجاتها في سوق العمل، فهل الدولة مسؤولية في توجيه الشباب حتى لا تتراكم الاختصاصات وتساهم بإبقاء البطالة مستمرة، وكيف يتم ذلك؟ يعني هو هذا الطرح قديم جديد، لأنه نحن عندنا دائما مشكلة ما بين مخرجات التعليم وطلبات سوق العمل. وأعطي مثال، كثير من الشباب في فترة ما كان هنالك يعني توجه لقراءة لدراسة تخصصات الاي تي والاي سي تي وكل هاي الامور، بعد 4 سنين اصبح السوق مغرق، فقالوا طب ما انتم حكيتوا لنا ندرس هذا التخصص لانه في عليه طلب، فاصبح هذا يعني عشرات الالاف تخرجوا بهذا التخصص وحاجة السوق مثلا 8000 او 5000. هالمشكلة انه لم يتم أخذ بعين الاعتبار أن يتم أن يكون هناك نمو ما بين طلب في السوق على هذا التخصص بمقابل النمو المتزايد في الإقبال على التخصص. اليوم مثلاً حالياً الأمن السبراني من أهم التخصصات اللي قاعد الآن تدخلها الشباب، يدخلوها في كثير من التخصصات، وكل اللي بيتخرجوا من الأمن السبراني وظائفهم موجودة وبحاجة للمزيد. الكودينج من الوظائف اللي الآن يعني أصبحت يعني مطلوبة جدا، وكل الشركات تأخذ الشباب اللي عندهم هاي القدرات، حتى أن الكثير من الشباب والحاصل على شهادات علمية ودراسية دخل في كورسات متخصصة للكودينج حتى يكون قادر. فوجهة نظري أنه الموضوع مرتبط ليس فقط بالدولة، هو مرتبط بالمؤسسات الخاصة، مرتبط بالفلسفة والثقافة المجتمعية الموجودة لدينا. تكلمت أنت دكتور على شيء مهم قبل أن نختم، لماذا يرفض المجتمع أن يزوج ابنته أو أن يتزوج ابنه من غير حاصل على شهادة علمية بكالوريوس الكرتون اللي نقولها إحنا؟ يعني لماذا لا يتزوج من شخص قادر على أن ينتج معرفة وينتج مالا وينتج اقتصادا ويحقق نجاح؟ فهاي المفاهيم المجتمعية واحدة من العوائق، التنظيم ما بين طلبات السوق ومخرجات التعليم واحدة من العوائق، والأهم من هذا كلياته العائق الموجود في بيئة الشاب نفسه الذي يختار وظيفة أو يختار تخصص ويعلق بهذا التخصص، فتصبح التخصصات عبارة عن عبء على الدولة وعبء على المجتمع وعبء على القطاع الخاص.
ولا يطور نفسه. إذا أنا دارس هندسة ممكن أروح أشتغل بمجال آخر إذا كان لدي القدرة والإمكانية، أخذ رش كورس وأطلع مرة ثانية أقول أنا معي مهندس بس أنا بشتغل هيك، وين المشكلة؟ فهي مشكلة ثقافية. طب في الختام عايزين ختام من حضرتك، كلمة ختامية للشباب وإزاي نعظم دورهم في ظل اقتصاد المعرفة وبعد أثار أزمة كورونا وعشان يتغلبوا على هذه الأثار. يعني من حيث انتهيت سأبدأ يا دكتور، أعتقد أن رسالة الله سبحانه وتعالى لنا كعالم وكإنسانية موجودة على هذه الكرة بهذه الجائحة، توحد العالم والكل يعلم أنه لم يحدث منذ تاريخ طويل جدا أن يتوحد العالم بقرارات. إحنا هذه الجائحة وحدت العالم في كل شيء له علاقة بقيود هذه الجائحة، فمن هذا التوحد الذي صار أو توحيد هذا الحال في العالم أصبح لدينا الآن سؤال مهم جدا، لماذا نحن موجودين في هذا الكون؟ فالشباب إذا بدهم يعرفوا لماذا هم موجودين، لنعود إلى قاعدة وجودنا، إحنا وجدنا لنعبد ونشكر ونعمر في الأرض. فلذلك لابد أن يكون هدفك واضح كشاب، ورسالتي للشباب أن تعرف أن وجودك في الكون هو مهم، وعظمة وجودك في الكون من عظمة تكليف الخالق، وبالتالي أنت مكلف في إعمار الأرض والنهوض بها، أن تنتقل من حالة الاستهلاك لحالة الإنتاج، أن تكون مساهما في إنتاج المحلي الإجمالي لبلدك لوطنك لنفسك، أن تكون قادر على أن تقوم بنفسك. فنتخلى عن كل القيود، نحطم العقبات والصعوبات نتجاوزها، ونقصد باب المعرفة، لأنه أول ما بدأت الرسائل السماوية بدأت بإقرأ، وذلك اقرأوا يا شباب واتقفوا، وعليكم بالبحث وعليكم بالتقصي وعليكم بالمعرفة، لأن المعرفة هي مفتاح النجاة وهي المستقبل القادم. شكرا دكتور ثابت. ختاما حابب نوضح للشباب أن في الماضي كان مصادر التعلم أو التعليم هي المدرسة، المدرس، الكتاب المدرسي أو الكتاب الجامعي فقط، أما الآن فالمصادر مفتوحة للشباب، فيجب أن تعتمدوا على أنفسكم، تطوروا نفسكم، تفتحوا مجالات جديدة لأنفسكم في التعلم، في تنمية مهاراتكم، لأن إذا ظل الاعتماد على الدولة فقط أو على مصادر التعلم التقليدية ستكونون خارج اقتصاد المعرفة، ستكونون خارج الخريطة المعرفية. فتكملة لكلام دكتور ثابت، يجب أن تحطموا كل الحواجز والقيود، أن أنتوا تفكروا تفكير جديد مناسب للمرحلة القادمة اللي هتكون فيها الغلبة فقط لصاحب المعرفة ولصاحب مهارات المستقبل. بشكر دكتور ثابت النابلسي على مداخلته، ولو كلمة أخيرة تفضل الدكتور. يعني الكلمة الأخيرة هي الشكر، كل الشكر لمؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة. قمة المعرفة هي فعلا اسم على مسمى، هي قمة المعرفة، وأنا من هذه المنصة أشكر سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الذي أتاح الفرصة للمنصة في من خلال هذه المنصة لكل الأصوات العربية التي تتحدث بالمعرفة وتتحدث بالإنجاز وتتحدث بالإبداع والابتكار. وكما نعلم دوما أنه منصة دبي ومنصة الإمارات العربية المتحدة هي منصة الإبداع العربي، فكل الشكر للمؤسسة والقائمين عليها، وشكرا لك دكتور، وشكرا لقمة المعرفة لهذا العام. شكرا لك دكتور ثابت، شكرا للحضور الكريم، ونرجو منكم التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي في وجود أي أسئلة أو أي معلومات نستطيع توفيرها لحضراتكم، وإن شاء الله نلتقي في الجلسة القادمة بعد ساعة من الآن على خير إن شاء الله. شكرا لحضراتكم، شكرا للدكتور ثابت، والسلام عليكم. السلام عليكم، شكرا جزيلا.